اول حاجه بعد هذاك الملف انا دخلت فيه، ماشي انا دخلت فيه، ماشي كنت انا باقي انا ضحيه، كانوا تحطوا لي فيديوهات عريان عريان وكل شيء، ولكن داك الشيء قبال من اي واحد، داك الشيء نسيت وانا ونسيت عليه. ولكن تيقول لك واحد المثل اللي دار الدنبس تاع العقوبه، الله يخلينا ملكنا، والله يخلينا المخزن ديالنا، والله يخلينا كل شيء ديالنا. هادشي اللي بغيت نقول، ما عندي ما نقول. اما هي الا كانت هي دارت شي حاجه علاش تعاقب، غادي تعاقب. والمخزن قال لك لا يحمي المغفل معك، تيقولوا لها كيف كتقولوا لها انتم بالدري باللغه العربيه، انا ما قاري. وهاد على هاد الشيء اللي دارت، وعلى هاد الشيء اللي كيهرج في السوشيال ميديا بانها شحال من روح طاحت بسببها، على وئام الدحمانيه الفنانه تاهي مسكينه اللي انتحرت بسبب، على ما كيقولوا بسببها. بزاف الحوايج راه بنادم يستاهل العقوبه بطبيعه الحال، ومن حق، وكيف تيقولوا هذا الشيء، ولا هذا الشيء اللي دارت راه ديك عام قليله في حقها. يعني سنه، شوف غير بنادم غير تيسب واحد وتيشد تيتشد ب 8 شهور 9 شهور، ما بالك واحد اللي متهم بزاف القضايا، منهم السب والقذف والتشهير والقتل، وزيدوا زيدوا زيدوا زيد. مازال واش بغيت نقول لك، حنا المغاربه فينا واحد القضيه خايبه، حنا المغاربه غير تنطلعوا، ماشي كلشي، انا ما تنعممش، كنعطي غير ديك واحد الفئه تطلع تبقى هزنا فيك السما، خصك تواضع محدك انت، هزنا فيك السما واحد النهار ربي غادي يطيحك. كيف طاحت دابا هي؟ ياك تتقول لك انت تقول بلا نطير يطير ولا نطير، وهي طارت هي الاولى. واش باش بتنقول لك، الا خرجت هاد الدنيا بات ما خرجت من السجن ودارت عقلها وجمعت راسها وما بقات تسب حد وما بقات تعير حتى شي حد، راه تبارك الله غادي نزيد غتزيد لقدام. ما الا بقات على هكا غتبقى داخله خارجه. نهار الزنزال كان نهار الزنزال كنا حنا كنعسو في الزنقه شي 3 ايام هنايا في الطريق ديال جهه، الى شتي الى في اتجاه معلفنات، واحد الدريبه انت مراكشي ديك السميه ليها جهه الملاح، وجينا لتما بالهوندا. اييه وباقي كان عقل، قال ماشي هي اللي قالتها، قالت اختها، قلت ليها عافاك وهي الامي، انا ما تيهمني حتى شي واحد، وعندي الفلوس ماشي ما عندي، غير الباب تاع العماره ما قد مازال يتحل من الزنزال، ما بغاش مازال يتحل العماره بحال تقول ما طاحت ما والو، غير الدفه هبطات. وقلت ليها عافاك اختي ابتسام الله يرحمها، ديك تقول لي حاشاك بقى لينا غير ديك نقولها بالفصحى المثليين، قالتها هي بالمغربيه حتى هما نعطوهم بحال هكا صافي. من هذيك انا ما بقيتش نحملهم نهائيا، لانه بنادم فاش كنت تيكون عزيز عليك، ماشي ضرتني في نفسي، راه الناس ناضوا لها كاع تمانيه، والناس اللي الناس جراو عليها وما خلات ما قالت، الناس جراو عليها في وسط الملاح على ديك الكلمه اللي قالت، وزيد وزيد وهذا الشيء ما عمرني قلتو، حتى قلتو عندكم انتم دروك وتيتكبروا. علاش كنا خويا كنا ما شوف، معك كيف نقولها لك، انا بنهضر معك بالدارجه، انا خضر خويا، درنا الشوها بنادم درك، الا ما درتيش الشوها ما طلعش. انا نقول لك درتي الشوها، انا يمكن لي دابا نهز الصليه ونبقى نقعد نصلي في وسط الليل، راه ما يتبعك حتى شي واحد، ولكن درت الشوها دابا هي طلعت بالشوها، ما طلع هي ناري حمزامون بيبي هادي، ها الروح طاحوها اللي مات اللي دخل الحبس بسببها، ها بزاف الحوايج، وزيد وزيد والله يهدي النفوس وصافي. هاد الشيء بغيت نقول، الله يهدي النفوس. رديتش عليها، سديت فمو سكت، هزيت انا موطوري وزدت في حالي، مشيت قعدت في واحد الفيرم عند واحد السيده، الناس داروا فيها، دارت فيها واحد المراه التحيه اللي هضرت فيها، قالت لها حشومه، حنا دابا ما عرفنا راسنا واش ميتين ولا باقي حيين، ما خلات ما صرحت الله. وانا تنهضر على راسي، انا تنهضر على راسي، على اللي بيني وبينها هي، تنهضر على راسي انا، شي حاجه اخرى بيني وبينها وبين الناس لا علاقه لي بها، وانا تنحترمها وكانت عزيزه عليا وباقا عزيزه عليا، ولكن اللي دار الذنب يستاهل العقوبه. هاد الشيء اللي بغيت نقول، لانه شوف حنا ما نطولوش على المخزن ديالنا، تحياتي ليه، وما نطولوش الله يعز، قال لك المقدسات نبعدوا عليهم، هي دارت الذنب غتستاهل العقوبه بزز منها. لا انا لا, لا انا مش انا ما كنعرفهاش، باش ما ندخلوش شي حيتيات انت تعرف، انا ما تنعرفهاش، وهو كنت تنعرفو، تلاقيت معاه في سيد الزوين في دارهم، في دار العائله تما تلاقيت معاه، وعاود ثاني تلاقيت معاه مره اخرى فاش كانوا عندي شي ناس، وجا عندي للدار لهنا، علاقتي بهم عاديه. علاش؟ حيت انا كنت كنعرف نخلوخ باقي صغير، فاش كنت انا كنت كنشطح في جامع الفنا، كنت ساكن في الدوديات في ديور المساكين، كنت كاري واحد البيت، وكنت كنعرف عماتو وكل شيء، الله يعمر لهم الدار، ما بيني وبينهم غير الخير والاحسان، وانما هذا الشيء واش داروا ولا ما داروا الله اعلم. هذا الشيء اللي سمعت قالوا لي راه عطاوه شهرين، هذا الشيء اللي كاين، ما واش اخويا انا كنت حاضر معاه، كنت انا معاه، ما كنتش معاه، ما كنتش معاه، ولا كنت معاه، بنقول لك انا راه غتصبني تعدى عليا،
حتى انا بنقولها لك، ما كنتش معاه ما نشهدش بشي حاجه ما شفتها. هادشي وبغيت نهضر ثاني على واحد القضيه. فاش دخلتي ليا في القضيه الدنيا باطمه، اول حاجه كاين واحد السيد تيطلع معاكم في القناه ديال شوف تيفي اللي هو رضا ولد الشنويه، بغيت نوجه ليه واحد التحيه الا جات على خاطركم. الله يرحم لك با، كنقصوا من هاد الشوهه، الله يسترك. هي تعاقب، غتزيد تعاقب، لانه كاين المخزن في البلاد. بحال دابا كتسب في المدير ديال شوف تيفي ما عندهاش الحق تسبو، كتسب في القناه ديال شوف تيفي ما عندهاش الحق. كيف ما بغات تكون نوعها، على الاقل هاد القناه تاعت شوف تيفي نهضر انا دابا، غنهضر على راسي بسبب هضره الدار. ما نكذبوش، الكذب على الله حرام. بسبب هذا المنبر الناس عاونوني، بسبب سميره الداودي طلعت في منبر الناس عاونتني، لا داخل الوطن ولا خارج الوطن. الناس زادوا تعرفوا عليا اكثر. القناة ما كانت يتفرج فيها حد حتى نهار طلعت مع اختي سميرة الداودي. شحال من خطرة وشحال من خطرة انا كنت تنطلع مع شوف تيفي، باقي يلاه بدات ياك هذا الشيء كاين، يلاه بدات. انا طلعت مع نهار الاول فاش قلت راه غتصبني خويا وفيا السيدة تجويجة، انا باقي ما قلتها لحد يلاه، قلتها لكم فاش قلت لك عافاك ما تديروش ديك الميتلي، راني مجوج وهذا وهذا. تجوج جاب لي ربي واحد بنت الناس ما عندها لا ما نقولوش ما عندها لا اصلا فصل مع عندها حد، حتى انا ما عندي حد. مرة شفتوها فين جالسة، ما عندي حتى شي واحد من غير ميمتي. قلت ليها واش تقبلي بيا، حتى انا راه كنت مشوه وداز فيا العجب المتعجب، واش تقبلي بيا؟ قالت لي مرحبا والف مرحبا. صافي اتفقنا على هضره ودرنا الحلال والصلاه على النبي. المشاكل خويا قالت لك بغات الاولاد، عييت ما نعطيها في الاولاد، الاولاد ما بغاوش يجوا. عييت ما ندير في الحلول، الاولاد ما بغاوش يجوا. عييت ما ندير في هذا في البراوات، الاولاد ما بغاوش يجوا. يا وتا قعدت لا منها، لانه السيده ما بقاتش اول حاجه، ما بقى دم حاشا وجهكم، ما بقى والو، كبيره في السن واحد شويه. صافي وتفرقنا، ما هي دوزت معايا الخير ودوزت معها الخير الصراحه. بيني وبينها ان شاء الله من فمك الباب السماء، علاش اتفقنا بين نشرو طياره وبين نمشيو عادي. اتفق عادي، هي تخدم على راسها وانا نخدم على راسي، ونبقاو نجمعوا في دار وحده الى كتاب ربي. اما القعده خويا تنضلوا قاعدين، تنضلوا قاعدين. خلات حتى واحد المراه قالت لي خصك دير علاش ترجع، قلت لها اختي ما دايرش علاش نقعد، هي هادي هي هادي. لا لا ما رجعتش، لا صراحه الله ما رجعت ما حتى شي حاجه. لا لا ماشي انا، يا انا خويا جاوبت قال انا الله يخلف عليه الله يسهل عليه، هو اللي دخلني لواحد المدرسه ديال الحلاقه وداني وتهلا فيا وخلص ليا المدرسه كامله الشهر الشهر كيخلص ليا وبخير وعلى خير. وكنقرا وكنتعلم في واحد الصالون ديال روني في السعاده، كنتعلم عندهم الحلاقه وعايش. وعندي يسرى مود اللي في كازا حتى هي شرات ليا شويه السلعه تنبيعها حتى هي في نفس الوقت الخواتم هذه، لان واحد السيد سميتو فيصل في امريكا هو اللي مسكن صيفط لها الفلوس. وهذا الشيء اللي كاين، حياه جديده. حتى السوشيال ميديا بعت منها، باقي عندي. لا هو باقي عندي انا الجروب ديال اللعابات، باقي عندي وباقي داير الجروب ديال اللعابات وكل شيء والحمد لله. باقي تنمشي باقي تنمشي للعراسات وكل شيء الحمد لله وشكرنا، عايشين بخير وعلى خير، واكلين شاربين لابسين، اللهم لك الحمد. احنا عايشين بالوقت الحمد لله، معاش رغبتي وعاديه بخير عادي. المشكله الناس راه ما تيشوفوش حوايجك اللي مقطعين، ما تيشوفوش حوايجهم، تيقطعوا لك التريكو ديالك وتيجي تبينوا لعباد الله كيقولوا على اساس راه انت حوايجك مقطعين. على الاقل شوف حوايجك هما الاولين عاد شوف الناس. وهذا الشيء اللي كاين، تحياتي لكم. ما كانت رسالتي بغيت نقول لكم الله يرحم والديكم، بنادم يبعد من الشهوه ويبعد من الفضيحه لا اكثر ولا اقل.